مجلس القومي لحقوق الانسان يبقى له دور في الرقابه على ما تقومون به، لان ده دور مهم جدا. ها، يعني لحسن الحظ انه في المرحله الاخيره عندما كنا نطلب من الامن ان هو يسمح لنا بزياره السجون وكده، كان النائب العام على طول بيستجيب لده. الحاجه الثانيه انا عايز اقول انه في خطه قصيره الاجل، وزي ما قال الاستاذ بس ما كملش فكرته، يعني خطه قصيره الاجل وخطه طويله الاجل. يعني انا رايي ان اللي موجود دلوقتي حاليا ده يعني مهزله بكل المقاييس. السيد وزير الداخليه قال في تصريح له ادوني بس القوى الوطنيه كده تقول لي في ضمن ميدان التحرير، انا رفضت في نص ساعه. بقول له الطلب ده من امبارح، يورينا جدعنته كده ويتفضل يفضل الحكايه اللي موجوده دي، وان الناس عاديه جدا شبيحه كده بيظبطوا البرود في ميدان التحرير، اكبر ميدان في مصر. ده كلام ما ينفعش. الحاجة اللي بتتعمل دلوقتي دي سيئة جدا. احنا عايزين خطة قصيرة الأجل، وأعضاء مجلس الشعب بدل ما فارقين دماغنا بإن هم عايزين يمنعوا المواقع الإباحية اللي مش ممكن هيمنعوها ولا في المريخ، لأن التكنولوجيا تقدمت تقدم عظيم جدا. علموا الناس الأخلاق الأول بعدين نتكلم على منع المواقع الإباحية. أنا بتكلم على إن مسؤولية مجلس الشعب مسؤولية، ومجلس الشورى مسؤولية مهمة جدا. عمنا ادوارد خراط بيتكلم على انه قال في ناس بتضرب بخفه وناس بتضرب بعنف، هنقطع ايد اللي هيضرب، واللي هيمد ايده على الجسد المصري هنقطع له ايده على طول. مفيش هزار في الكلام ده. الحاجه الثانيه انه ضروري في قانون الشرطه اللي انتوا بتتكلموا فيه موضوع التدريب. التدريب ده مهم جدا. الخيبه اللي فيها الشرطه، مع احترامي وتقديري لكل رجال الشرطه انهم ما اتضربوش، لان قانون الطوارئ كان بيحط الورقه على في الاسم كده ويجيب اي واحد، هات جورج اسحاق حطه في الاسم يروح على طول من غير اي حاجه بموجب قانون الطوارئ. ما عندوش يعني تدريب، ولذلك قمع المظاهرات كان قمع وحشي، لانه ما اتدربش ازاي يفض مظاهره بطريقه. امبارح كنا بنفتح مركز لطب العيون في القصر العيني، الناس كلها مضروبه بالرش في عينيها، ويطلع وزير الداخليه يقول ما حصلش رش ولا حصلش حاجه ولا بتاع. طب هنخلع عينه بالرش اللي موجود في عينين العيال اللي بيتعالجوا دلوقتي في يعني ضروري.